كبيرة من الزيت، وراح نكشن فيه بصلة مفرومة. هكشن البصل إلين ما يدبل، بس أنا ما أبغى يحمر، ما أبغى طعم البصل يصير مرة قوي، بس تخلوه يصفر أو يدبل. خلاص البصل عندي دبل، بسم الله. الحين أضيف الدجاج مقطعته أرباع ونقلبه شوية مع البصل. راح نحط ثوم مفروم، بعدين نضيف البهارات. عندي هنا ملح، بهارات الكابلي، هذه بهارات مجمعة، في منها جاهزة وبتقدروا تجمعوها بكل سهولة في البيت، راح أكتب لكم طريقتها. وفلفل أسود، الورد المجفف طبعا حسب الرغبة، تحبوا تحطوه بكيفكم، تحبوا تلغوه برضو براحتكم، بس مرة يدي طعم لذيذ الكابلي، ويعني أنا أحسه على الأساس الكابلي الورد. وراح أحط معجون الطماطم، أنا عشان مستخدمة طماطم عصير طماطم معلبة فما أحط كثير من معجون الطماطم. والمهم والمميز في الكابلي طعم البرتقال، هنا عندي بشر برتقال، اللي ما يحب لا يحط. صراحة أنا عندي في البيت كله ما يحب بشر البرتقال ولا بشر الليمون، بس يعني نغشهم. عندي هنا عصير برتقال، عصير طماطم، ومنقوع الزعفران اللي سويناه قبل شوية، بس راح أخلي مرة نقطة صغيرة زي كده للوجه لما نحط الرز في الأخير وبعد لما يستوي. طيب دحين راح أقلبهم كده تقليبة سريعة وأستناه يغلي مرة كويس، راح أهدي النار، أغطي القدر وأخليه كده نص ساعة إلين ما يبدأ الدجاج يستوي شوية، يعني 25 دقيقة نص ساعة، لأنه لسه حنحط الرز، حنعمل دحين سخنت موية عشان نسلق الرز نص سلقة مع موية وملح، وي أكيد موية زيت وملح آسفة. وبعدين حنحط الرز. خلاص الوقت خلص، 25-30 دقيقة، شوفوا الرز سلقته نص سلقة، ما تخلوه يستوي أبدا أبدا أبدا، تخلوه يدوب ياخد له غلوتين وتصفوه وتبدأوا تحطوه على المرقة. هنا راح نضيف الرز، بسم الله. توزعوا هنحط باقي منقوع الزعفران اللي قلت لكم نخلي منه شوية على الوجه. نهدي النار مرة يعني على الهادية على 4 كده، حطيت النار، نرجع نغطي القدر ونخليه على أقل من مهله يستوي الرز. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الرز استوى، والدجاج والبطاطس كمان استووا مع الرز كله مرة واحدة. الحين راح نبدأ نغرف، راح أشيل الجزء ده اللي فوق دقيقة، هذه الطبقة راح أشيلها عشان أحطها على الوجه. لما أقلب الرز يصير عندي كده إيش، يصير شكله حلو، مو يصير الأبيض هو اللي تحت والخلطة كلها تصير فوق. خلصنا الكابلي، نزين بشوية ورد اختياري طبعا. هنا عندي كزبرة أو بقدونس زي ما تحبوا، وعندي هنا لوز محمص، محمصته من أول،
برضو حسب الرغبة. واستمتعوا مع الخيار واللبن وبالعافية. دحين شوية كده أنزل لكم الطريقة كتابة.